اوكي الإضاءة زفت، بس لازم نحكي عن الموضوع. اليوتيوب العربي، عملت فيديو بحكي على اليوتيوب العربي قبل فيديوهين، بعدين قبله بعدين عملت فيديوهين ثانيين بحكي على اليوتيوب العربي. يعني انا بظن اني حكيت على اليوتيوب العربي بكمية كافية عشان تبين للناس ان اليوتيوب العربي مش اكثر اشي انا بحبه بالحياة. بس مؤخرا اضطريت اني اتنازل عن دوري في مجتمع اليوتيوب الاردني. انا لسه جزء من مجتمع اليوتيوب الاردني، بس بطلت بالجزء التنظيمي والاداري منه، انه انشغلت كثير في تعلمي بالتصوير، تعلمي بالتصوير السينمائي الانيميشن. ما كانش عندي وقت لقناتي، اذا ما عنديش وقت لقناتي كيف رح يكون عندي وقت لمجتمع اردني كامل لليوتيوب؟ اضطريت اني شوي استغني عن مهامي هناك، بس انا لسه جزء منه. ومن لما فضيت شوي بالفترة الاخيرة، او اصلا بالفترة الاخيرة بشكل عام، لاحظت انه مش بس بمجتمع اليوتيوب الاردني، بس باليوتيوب الاردني بشكل عام حالة الاحباط زادت. لا انتوا مش فاهمين عن كمية الاحباط اللي زادت. يعني يمين وشمال ناس بيفكروا انهم يتركوا، ناس تركوا، ناس بيشككوا في قدرتهم على اليوتيوب. فهاي ممكن تعتبروها انها بهدلة على الماشي، عشان يعني ننهي الموضوع، لانه راح اعلن اعلان يعني زي كانه راح يرسخ. ليش عملت هاي الحق؟ لا، انه موضوع زي كانه راح يرسخ نقطتي، وتغيير في قناتي راح يخليني ما احكي عن الموضوع كمان مرة. بس لا، بدي راح يحول اقوالي لافعال. نستمر. واحد، ليش سميت هذا الموضوع بهدل على ماشي؟ لانه هذا راح يبهدلكم انتو اليوتيوبرز اللي بتحضروا هذا الفيديو المحبطين. بحكم اللامتناهي عن المتابعين والدعم. الدعم اشي حلو، انا بحبكم انتو الخرافيين، انتو كل واحد فيكم، ان كان دعم واحد ولا 1400 خرافي، انا بحبكم. اكيد كل يوتيوبر بحب السبسكرايبرز تبعونه. اعزائي اليوتيوبرز، عدد المتابعين مش لازم يكون عائق قدامكم عشان تتطوروا. للأسف 75% من اليوتيوبرز العرب اللي أنا بشوفهم اعملوا لايك لهذا الفيديو عشان تشجعوني أني أعمل فيديوهات كمان. ليه؟ جد ليه؟ ليه كبسة حتشجعك عشان تروح تحسن من محتواك؟ أفهم أنه إذا أنا هلأ رحت على الفيديو تبعك وكبست لك كبسة اللايك، رح تصير أدوبي سيرتيفايد إكسبرت، حتصير علام في كل الإفكتس في أدوبي بريمير وكل طرق التصوير. لا، انت ما عندك متابعات، بدك تضلك تشتغل لتوصل المستوى لانه المتابعات تصير تيجيك لحالها. انت ما بتقدر تقعد تضلك في نفس المستوى وتتوقع انه المتابعين مرة واحدة يجولك. لا، انت بدك تضلك تتطور تتطور وتتطور لعبين ما تثبت وجودك، تثبت ستايلك وتثبت تحسنك. الناس صدقني، الناس ما رح ينبهروا بالمحتوى تبعك الا اذا شافوا تطور مستمر. وإذا أنت بدك توقف تطورك على وجود هدول الناس، على وجود هاي الكبسة الافتراضية، أنت ما رح تتطور، الناس ما رح يجيك، الدعم ما رح يجيك. وبختصر كل هذا الموضوع بجملة واحدة، الإنسان الوحيد اللي لازم تثبت حالك لإله هو نفسك. الإنسان الوحيد اللي لازم تقارن حالك فيه هو نفسك حاليا. تفوز على حالك، يعني بدك تشوف، ما يعني ما تحكي عن فيديو لإلك أوه هذا أحسن فيديو أنا بعمله وما رح أعمل أحسن منه. هذا الفيديو راح أعمل أحسن منه، هذا الشخص راح أوصل لمستواه، لأنه هذا الشخص في نقطة من النقاط كان زيي. أنت اللي بتطور حالك، أنت اللي لازم تدعم حالك عشان تتطور. لأنه صدقني يعني ما بحب إني أفقع بلون حماسك، بس اليوتيوب ما راح يجيب لك مصاري بالأردن، يعني إلا إذا كثير 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 الشركات حبوك. ونكون صريحين، إذا شركة بدها تطلع على المحتوى تبعك، إذا أنت عم تستنى إنه هذا الواحد يعطيك لايك عشان تحسن المستوى تبعك، ما راح يوصل المحتوى تبعك ما راح يوصل لمستوى إنه الشركات والناس الكبار اللي بتدفع على اليوتيوب تاخذك. فطور من حالك وصدقني الناس لحالهم حييجوا. ليش الثاني؟ كونوا مميزين. يعني هاد الحكي راح اوجهه لليوتيوبرز اللي بضلهم يحكوا اوه انا انتو 100,000 واحد بس انا بوصلني 3,000 مشاهدة، الحق عليكم، في غلط فيكم. لا، الغلط مش فيهم، لانه 3 ارباعهم 75% منهم تركوا بالفيديو تبعك لما عملت هذاك الفيديو عن لعبة مريم. طبعا ايش فكروا؟ انه هذا محتواك الخاص، بس صدف انك حكيت عن لعبة مريم. بعدين مع الوقت صاروا يشوفوا انه محتواك زي محتوى من نحكي فلاي وذ هيفا، بس فلاي وذ هيفا بتعمله بطريقة احسن، فاكيد رح يروحوا لفلاي وذ هيفا. فاهمين علي؟ هذا الفيديو اللي جاب لك كثير سبسكرايبر ما رح يجيب لك سبسكرايبرز دائمين، حيجيب لك سبسكرايبرز بفكروا انه انت رح تستمر في هذا المحتوى، بس بلاحظوا انه انت محتواك عبارة عن محتوى بيعمله الكل. فليه اطلع علي؟ انا اسف، انا بعرف اني كوني قاسي وانا ما بعمم، بس لازم احكي. ليه احضر هذا اليوتيوبر اذا في يوتيوبر ثاني
بعمل هذا الحكي احسن منه. بس انتوا اذا كان عندكم محتوى بميزكم، محتوى مثلا بحكي هاد ينال تيم، اوكي، وفيش حدا بعمل هاي فيديوهات زي ينال تيم، الناس رح يعملوا لك سبسكرايب لانه فيش حدا غير انت بعمل هذا المحتوى، ما رح يلاقوا واحد ثاني بحكي مثلا هذا. يعني طقطقه فيديوهات، طقطقه فيديوهات المقالب، انه المشكله فيديوهات المقالب هي اللي بتنجح لنا بالبلد، مع انه هي اللي بتنعاد. بس مشكله عندك يعني 60% من التعليقات الكراهيه من المحتوى السلبي جاي من الاردن. ف بس بقول لكم تميزوا محتواكم، خلوا محتواكم إشي، يعني انتوا ادمجوا هاي النصيحتين، دائما طوروا من محتواكم ودائما حاولوا تميزوا محتواكم قدر الامكان، وصدقوني الناس لحالهم رح يجوا. نحكي اسمك، نحكي انت جعفر، ما بقدر احكي اكثر من انه تميزوا، اعطوهم محتوى بدهم اياه بطريقه مميزه. لانه كتير ناس عم بشوفهم انه مش غلط انه يكون همهم المشاهدات، خاصة بالاول يقلدوا الناس التانيين. انتوا مش فاهمين انه كيف الموضوع بلزق بالواحد، الموضوع بلزق في الواحد. اذا انت بديت على التقليد، اذا انت بديت على التقليد تام، الموضوع حيبطل عندك مقدرة انك تفصل حالك عن هذا الشيء. كثير حكيت الموضوع عدت. باختصار تميزوا، ما تدوروا على دعم الناس، يعني اكيد دعم الناس اشي كثير مهم، ودعم الناس كثير اشي بحفز، بس برضه ما يعني ما حد يضل اهتمام الناس عليك الا اذا محتواك 100%. اكبر نصيحة ممكن اعطيها، وانا اسف جدا، كثير ناس ممكن يكرهون على النصيحة، اكثر نصيحة ممكن اعطيها للناس اليوتيوبرز خاصة اللي بدوروا على إبداع أو بدوروا على حافز، افصلوا حالكم عن اليوتيوب العربي. هاد أكثر إشي أنا ممكن أطلبه. كثير ناس حيكرهوني لهي الجملة، بس اليوتيوب العربي أنا آسف شوي عم بتجه نحو الزبالة، شوي عم بتجه نحو أنا إذا إيش أكتر محتوى ممكن أخلي الناس يعلقوا عليه، أخلي الناس يكرهوني عشان أعمله، عشان يجيب مشاركات. افصلوا حالكم على اليوتيوب العربي من ناحية المشاهدة، غيروا الريجن على تليفونكم لكندا، ممكن موجود بالسيتينجز، غيروا الريجن لكندا، وأنا كتير مسؤول عن كلامي على فكرة، الريجن لكندا، خاصة كندا، حتى انسوا أمريكا شوي، أمريكا فيها على اليوتيوب العربي، وراح تشوفوا كمية التنوع الموجود بالفيديوهات. عندكم Good Mythical Morning، عندكم بيتر ماكينن، عندكم First We Feet، Hot نسيت اسم البرنامج، Hot Ones. يعني انت حتشوفوا هذا التنوع، حيورجيكم انه اوكي مش غلط اني انا اعمل اشي مختلف. وبعرف اني انا مش اكبر يوتيوبر ممكن يحكي في هذا الموضوع، بس انا مسؤول عن كلامي. يزعل واللي يوافقني بالرأي يوافقني، هذا موقع، هذا الانترنت، في ما راح تعجب كل حدا. هاي بهدع على الماشي، هاي فضفض على الماشي، هاي هضربات الجزء الثاني، اذا ممكن تحكوا. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، ان شاء الله تضلوا من جيش الخرافيين بعد هذا الفيديو. اذا وصلتوا هذا الجزء من الفيديو، انتوا كلكم خرافيين واحد، خاصا انت، انت متابع الفيديو، انت خرافي. راح اشوفكم بالفيديو الجاي. تميزوا واشتغلوا على حالكم، ودعم الناس حيوصل لحاله. سلام. اخيرا خلصت اديتك، خليني انزله. يا مش على اساس كنت بدك تعلن اشي بالفيديو؟ الاعلان، اسف اني نسيت اعلن عنه، بس رح اعلنه هلا. فيديوهاتي من يوم طالع حتتحول اكثر الى اتجاه التعليمي، بتصير اعلم افكتس على بريمير وسوني فيجاس، راح اصير اعلم طرق تصوير، نصائح لليوتيوبرز، نصائح للمصورين، اشياء كيف تختاروا الموسيقى، كل هاي الشغلات، اشياء راح تساعد اليوتيوبرز بانهم يحسنوا من محتواهم. الفلوجز راح تضل، الاشياء السينمائيه اللي انتم بتحبوها حتضل، بس حيصير في تركيز اكثر، يعني حيصير في فيديوهات اكثر بالاسبوع باتجاه المحتوى التعليمي. خلص بدي اساعدكم انكم ترتفعوا، مهما كان وجهه نظر اليوتيوب العربي بدي اياه يرتفع، خاصه الاردني. سلام.